الفقرة الاجتماعية رح نحكي فيها عن مؤسسة العائلة أو الأسرة اللي بتبدأ بين شخصين اثنين أول ما يبتدئوا يدخلوا حياة واحدة ضمن عائلة واحدة ويشكلوا هالعائلة بتبلش المسؤوليات وهون بتبلش المشاكل، مين بده يتقسم المسؤولية، كل واحد شو عليه دور، ويمكن تبرز أبرز الخلافات بين الأزواج بالسنة الأولى لحتى يبلشوا يعرفوا ينظموا حياتهم مثل ما بنقول. أكيد سلمى، المسؤولية الأسرية هي مسؤولية تشاركية، فلهيك بيكون في العديد من الخلافات بين الزوجين. المسؤولية تقع على عاتق مين بيتحمل المسؤولية الأكبر. دائما في مناورة حول هذا الموضوع، المسؤولية هي تشاركية بين الزوجين بجميع مفاصل الحياة بالبيت وخارج البيت. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا رولا صيداوي الدكتورة وأستاذة في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير. ينعاد عليكي بالخير، سنة خير يا رب. ينعاد عليكي. خلينا نبلش دكتورة ونحكي أكثر بالمفهوم العام اللي بلشنا فيه، شو بنقصد اليوم بالمسؤولية الأسرية؟ هلا هي المسؤولية الأسرية بتندرج تحت المسؤولية المجتمعية. صحيح. نحن لما نقول مسؤولية أسرية، لأن الأسرة هي الكيان الأساسي، هي منبع الأمان، هي النواة الأولى لتأسيس جيل واعي يتحمل المسؤولية، على الأقل يتحمل مسؤولية نفسه. يعني هي أول شيء، هذا أمر كتير ضروري. هلا أحيانا بعض الأزواج بداية حياتهم بتبلش الخلافات، أحيانا لا بتكون بعد سنوات طويلة. السبب انه بدايه مثلا الزوجه اول ما يجيها الام اول طفل، فهي بتحب من محبتها تاخذ كل الادوار. صحيح. بتهتم فيه، بتربيته، بكل شيء. بعد سنوات طويله وخاصه وخصوصي وقتنا الحالي، فبتروح لنطاق العمل، بتصير ما عاد يعني الوقت صعب عليها، الاعباء كثرت عليها، بتصير هون بتبدا بقى للمشاكل. بس يمكن اليوم لما نقول المسؤوليه الاسريه هي المفهوم حتى اليوم اختلف، يعني طبيعه الحياه اختلفت، فخلينا نقول لكل الزوجين اليوم اهميه تحمل هي المسؤوليه والتشاركيه. يعني نحن اليوم ما كنا نشوف المراه تحمل على عاتقها كل هي المسؤوليات. بتجي الزوجين بيكونوا مبلشين حياتهم في تفاهم وبيعرف الزوج مسؤولياته والمراه، لكن نحن تخيل المفاهيم اختلفت اليوم، عم يكون في خلافات لانه هي المسؤوليه ما عم تتحدد يعني من البدايه، او هي التشاركيه. فهون وين بيكون الخلاف؟ يعني في ناس بتعرف دوره انه الرجل هو المسؤول عن واحد واثنين وثلاثه، ونحن بنعرفهم عشناهم مع اهالينا. اليوم الحياه اختلفت يعني من قبل 50 سنه لليوم. فخلينا نحكي عن المسؤوليه الاسريه التشاركيه، اهم النقاط مع بدايه الزواج لتجنب بعض الخلافات الاسريه. هلا في نقطه مهمه كثير، انه سابقا، هلا لفتي نظر لها، سابقا كانت من 50 او 60 سنه، انت كم مرحله او كم جيل مر؟ صحيح. سابقا كانت الام هي حصرا اصلا ما كانت تطلع، يعني تطلع بتكون مع اهلها، مع امها، مع بيت حماها، يعني كثير شفتي حسب العادات والتقاليد. كل بلد له عاداته وتقاليده يعني المختلفه، كل مجتمع وبيئته. بعدين صارت تفوت لمجال العمل، تفوت مجال الدراسه كمان، كانت تضل بالبيت مع اولادها. هلا الوقت الحالي بغض النظر ظرف صعب وعم تروح لنطاق العمل، لكن حتى لو مو ظرف، لاحظي كل الدول المرأة صار لها مثلا استقلاليتها، بتحب تروح تشتغل، تطور نفسها، تحس بقيمة نفسها. هلا التشاركية هي بدها تكون نقاط مثل ما بتقول، أول شيء الصدق، يعني يكون بين الزوجين من بداية يعني فترة الخطوبة، بداية الزواج، إنه أنا عندي هاي الأعباء بدي أتحملها، وأنت عليك هالمسؤوليات بدك تتحمليها. يعني ما بيصير حدا يتخلى، لأنه حتى مو بس بين الأزواج، حتى بين العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء، بين الإخوات، إذا ما حدا كل واحد يتحمل جزء من المسؤولية، مشكلة. تلاحظي مشكلة. ففي إنه حتى ما يصير هاي الخلافات، في عنا إنه تفاهم، في عنا صدق، في عنا مثلا يحط نقاط الأساسية. يجب مع بداية الزواج يكون في نقاط أساسية أكيد يجب وضعها، وهي حتى لو ما كانت هي بتشتغل، يعني هذا قولا واحدا، لأنه بده يصير في بعدين صدام كتير، بده يصير خلافات، وعم تأثر سلبا على الأولاد للأسف، وعم يعني تكتر حالات الطلاق للأسف يعني. صحيح. طيب دكتورة رولا، خلينا نحكي شوي، اليوم لما بنقول المسؤولية الأسرية نحن بنقصد فيها أكثر من شق، يعني مسؤولية بالتربية، المسؤولية بالنفقات ضمن المنزل، المسؤولية بالتوعية، كثير من الأمور تدخل ضمن كلمة المسؤولية الأسرية. تمام. دائما للأسف بنشوف المشاكل إنه بيعتبروا المسؤول يعني مين بده يقود المنزل، أو مين يتكلف تماما، والمرأة هي فقط لأمور توضيب المنزل، الرجل هو للمال. صحيح. علما إنه تختلف الحقيقة المسؤولية الأسرية عن هذا النطاق البسيط اللي الناس بتعرفه. نحكي أكثر شو هي التفاصيل اللي لازم يتم الاتفاق والعمل عليها. هلا هي كلمة مسؤولية، مسؤولة عن نفسها،
هو مسؤول أول شيء عن نفسه، مسؤولين عن الأولاد، وبدهم يحاولوا يتساعدوا ليخلوا الأولاد مسؤولين عن أنفسهم. يعني هي نقطة كتير مهمة. هلأ المرأة لما بتروح لنطاق العمل متزوجة وعندها أولاد، هلأ ممكن يكون سبب من الأسباب هي بس لحتى تطور نفسها، هلأ نحن عم نحكي بشكل عام، تطور نفسها، تزيد من مهاراتها، ممكن تكون لا لحتى تعيل البيت وتعيل الأسرة. هلأ لما بدها تعيل الأسرة في نقطة كتير مهمة، بعض الزوجات وأنا كتير بيجيني حالات للأسف أنه بتصير أنه هي طلعت لمجال العمل بتقوم بتصير بعملية أنه أنا عم بدفع أنا عم بتكلف، بتصير في هون مشاكل. يعني هو الرجل بشكل عام خاصة الزوج أنه بيشعر أنه هي فيها إهانة إله، يعني حتى نكون إحنا واقعيين، يعني فبصير فيها إهانة، بتصير هون الخلافات أنه خلص مضطرة أو مو مضطرة، الوضع صعب والأزمة صعبة، فبتصير هون الخلافات كتير. هي كلمة مسؤولية انه انا مو بس انا مسؤولة عن نفسي، في عندي اولاد بدي ربيهم ويعتمدوا على نفسهم، فانا بدي شارك. لا زوجي مثلا ما بيقدر على فرض، وضعه صعب، انا بدي احاول رمم حتى اولادي ما احرمهم قدر الامكان، مو بقول انا مالي علاقة، لا انا لي علاقة يعني بهذا الامر، لانه انا كمثلا بدي اطلع لمحيط العمل انا كمان في امور انا عم ساويها وامور انا عم اقصر فيها. يعني احنا عم نحكي بشكل عام بشكل كمنزل. عام وبعيدا عن الشق المادي، هو الشق الاجتماعي كله. هي المسؤوليه طبعاً. الاسريه جزئيه كثير مهمه طبعاً. خلينا نوقف عندها ولو شوي. كثير من الازواج مع بدايه حياتهم الزوجيه اساسا مثل ما قلنا يجب انه نحط من الاساس نقاط. اسس نقاط، فبتلاقي التشاركيه انه المراه بتقول له لا معلش انا بعمل واحد واثنين ثلاثه، بتحمل حالها فوق طاقتها. بعد فتره بيكون في خلل بسيط بهي العطاء اللي هي اساسا مش مسؤوله عن منحه بشكل كامل، هو لازم يكون في تشاركيه. ما بيتحمل يعني عندها حمل ولاده من الرجل، بيكون في خلل بسيط، هون بتلاقي رده فعل الزوج مختلفه، انه تغيرتي شو صار. فهون تقع المسؤوليه من البدايه، لازم ما يكون يعني لازم المراه ما تتحمل كل هاي المسؤوليات. يعني خلينا نعطي نصائح للزوجين مع بدايه كل زواج، لانه احلى التشاركيه حلوه ضروريه. لقلك ليش؟ لانه لما بيكون ما في بس هي تحملت كل شيء، بعد هلا عندها فتره حمل، فتره ولاده، فتره تربيه، هي كثير صعبه، صعبه جسمها، صعب تعبان. فلذلك نحن هون من الاساس في والان الشباب الان يعني عندهم هذا، يعني البعض طبعا عندهم تحمل مسؤوليه انه بيشارك الزوجه بيساعدها ما في اي مشكله. كان سابقا مثل ما تفضلتي وقلتي انه من 50 و60 سنه شو الرجل يفوت او يحمل كاسه او لا هذا شيء ممنوع، وهي عادات وتقاليد كانت. الان لا الامر صار طبيعي. كنا نشوف يعني كنا نشوف الرجل هو مسؤول عن كل شيء، اليوم عم نشوف يعني حتى مو فقط تمام. هيك يعني الرجل بتلاقي كل شيء ما يتعلق بالبيت من خارج البيت هو بيجيبه، لكن بيشتغله بالمقابل هو ما له بالبيت ابدا، بس بيجيب مثلا طلبات البيت او الان تشاركي حتى بالمساعده باعباء البيت، يعني حتى بهي تشارك اوكي بتلاقي بيساعدها بتربيه الاولاد، بيساعدها بكثير امور. هلا هي هذا الامر من بدايته ضروري ضروري. ليش؟ حتى ما يصير بعد كم سنه يصير هي المشاكل والزعل والخصام، واصلا الاولاد عم يجنوا الثمره للاسف. صحيح. اذا كانت ثمره ايجابيه هن عم ياخذوها، واذا كانت للاسف نتائج سلبيه هن عم يتحملوا هالصعوبات وعم ياثر عليهم. صحيح. دكتوره قبل ما نختم، حضرتك قلتي بدايه الحديث انه المراه دائما بمجتمعاتنا بتتحمل المسؤوليه اكثر من الرجل، وخصوصا ببناء المنزل بكل تفاصيله، حتى بموضوع علاقة التشاركية هي اللي بدها تدفش هذا الموضوع سواء للإيجابي أم السلبي. ليش المرأة لازم هي تتحمل كل شيء؟ يعني أو في طريقة لحتى نغير هذا المفهوم دائما؟ هلا هي شوفي تربية، هلا في قصة هي تربية، هلا هي المرأة تتحمل مسؤولية أكثر ضمن نطاق البيت عم نحكي، أما برا لا الرجل أكيد الأعباء عليه كثيرة، لكن ضمن نطاق الأسرة أكيد الترتيب، خاصة يعني هي بتتربى من الصغر إنه يعني حتى بوقتنا الحالي وبهذا الانفتاح الكبير بتحسي بتشعري إنه بدها تهتم بطبخها، ببيتها، بنظافة البيت، بترتيب تربية أولادها، تعليمهم، فهذا بتحسي هي مؤسسة من الصغر، يعني هذا وأصلا هي إذا ما تحملت هالمسؤولية عم يصير في مشاكل كثير، فهي هي تربية، يعني هي كل شيء نحن بنرجع اي عادات وتقاليد وتحملها للمسؤوليه هي تربيه. يعني خلص اما كانت هيك، يعني حتى لو انه تغيرت عم يشارك الزوج بالاعباء وعم يساعدها، لكن هي بتتربى انه انا بدي اكون يعني منظمه اموري بشكل كامل. نحن عم نحكي كمجتمعاتنا الخصوصي الشرقيه وخاصه مجتمعاتنا السوريه. المرأة السورية كتير أنا بقول عظيمة وبفتخر فيها، لأنه تحمل مسؤولية وبتلاقي بتعزز من قيمة نفسها وبتساعد زوجها. يعني أنا هذا الرأي مو رأيي كرأي شخصي، لا رأي كتير دول قالوا لي أنه المرأة السورية إنسانة عظيمة، وشوفي بالحرب الكونية اللي صارت علينا قديش تحملت مسؤوليات،
فانا يعني وسام شرف بقول له المراه السوريه، مو لاني مراه سوريه لا، لانه فعلا هي تستحق كل تقدير. اكيد تحيه لكل مراه سوريه عم تتابعنا، ونحن بنعتز وبنفتخر بالمراه السوريه، هي مراه استثنائيه وجباره. بالختام اكيد بدي اتشكرك الدكتوره رولا صيداوي استاذه في علم النفس، شكرا كثير لك. شكرا لكم. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. كل التوفيق.